السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم برنامج جميل جدا. هذا البرنامج هذا فائدة البرنامج انك تقدر تبحث عن شخص معين بالاسم او بالرقم، يعني تبي انت تعرف اسمه بس ما تعرف رقم جواله، مجرد ما تكتب اسمه واسم العائلة واسم الثلاثي راح تطلع لك ارقام، ونفس الطريقة تبي تعرف الرقم هذا مخزن باسم منه، نفس الشيء تكتب الرقم ويطلع لك هذا الرقم باسم فلان الفلاني. نشوف البرنامج مع بعض. يطلع لك بالشكل هذا، يقول لك هنا بحث بالرقم، تكتب الرقم يعني وتبحث. طبعا هذا خاص بالسعودية، الدول الأخرى الله أعلم. طيب أنا أبي أبحث بالاسم، مجرد ما أضغط على هذا الأيقونة يقول لك بحث بالاسم. تكتب مثل كمثال مثلا مشعل وتضغط على بحث. طبعا تطلع لك ارقام كثيره مره يعني. وبعد كذا نضغط على اكس من هنا. طيب ابي ابحث عن مشعل الشمري، طبعا كثير مشعل الشمري، عشان كذا تطلع لك ارقام كثير مره. واذا تبي تبحث بالرقم زي ما قلت لكم تضغط من هنا وتبحث بالرقم اللي تبيه. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه، فمان الله.